بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلبة الصف الرابع، اليوم سوف نبدأ بدرس جديد وهو درس السكان في وطني. ودرس السكان في وطني يا رابع هو الدرس الثالث في كتاب التربية الاجتماعية صفحة 23. بدرسنا لليوم رح نحكي عن السكان في المملكة الأردنية الهاشمية، تمام يا رابع؟ إجوا عام 2015 عملوا تعداد سكان، يعني عدوا السكان الموجودين في الأردن. طلع عدد السكان الموجودين في الأردن عام 2015 9.5 مليون نسمة. يعني لو سألتك يا رابع كم كان عدد السكان في 2015، تحكي لي يا مس 9.5 مليون نسمة. وهدول السكان كانوا بتوزعوا على محافظات المملكة الأردنية الهاشمية يلي حكيناهم في الدرس الأول، لكن كان السكان بعيشوا في المدن الرئيسية. مين المدن الرئيسية؟ يعني مثلا زي عمان، هاي مدينة رئيسية لأنها عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، تمام؟ بتتذكروا في الدرس الأول شو حكينا؟ من مميزات العاصمة عمان أنها أكثر المناطق إيش؟ سكاناً. طب اكتب السؤال التالي، علل يعيش أغلب السكان في المدن الرئيسية، علل يعيش أغلب السكان في المدن الرئيسية. بسبب واحد، توفر فرص العمل، توافر فرص العمل. اثنين، الخدمات المتنوعة. واحد، توافر فرص العمل، واثنين، الخدمات المتنوعة، تمام؟ إذا لأنه في عنا فرص عمل في المدن الرئيسية زي عمان، لأنه فيها خدمات كثير زي مثلا شوارع مرتبة، نقل مواصلات، توفر المياه، توفر الكهرباء، تمام؟ طيب السؤال اللي بعده، أذكر الفئات العمرية الثلاثة التي تمثل سكان الأردن. أذكر الفئات العمرية الثلاث التي تمثل سكان الأردن. يعني تعال أنا وياكم مثلا نتخيل إن إحنا طلعنا في الحي على الشارع، إيش رح نشوف فئات عمرية؟ رح نشوف الأطفال، رح نشوف الشباب، ورح نشوف كبار السن. الأطفال، الشباب، كبار السن، أطفال، شباب، كبار السن. طيب أكثر فئة عددا في الأردن، يعني يعني عندنا في الأردن أكثر فئة هي فئات الشباب، تمام؟ بخط مرتب خلينا نحل أنا وياكم الأسئلة الثلاث الموجودة أسفل الفقرة. كم يبلغ عدد سكان الأردن؟ 9.5 مليون نسمة. 9.5 مليون نسمة. أين يعيش أغلب السكان في الأردن؟ أين يعيش أغلب السكان في الأردن؟ في المدن الرئيسية، المدن الرئيسية. أذكر الفئات العمرية الثلاث التي تمثل سكان الأردن. أذكر الفئات العمرية الثلاث التي تمثل سكان الأردن. الأطفال، الشباب، وكبار السن. الأطفال، الشباب، كبار السن. الآن يا رابع أكتب عند أولا عدد أنماط معيشة السكان، عدد أنماط معيشة السكان وحط علامة سؤال، عدد أنماط معيشة السكان وحط علامة سؤال. أولا البادية، الريف والمدينة. بادية، ريف، مدينة. بادية، ريف، مدينة، تمام؟ طيب خلينا أول إشي نبلش بالبادية. شو هي البادية؟ شو تعريف البادية؟ البادية هي نمط معيشي يرتبط بطبيعة البيئة الصحراوية. إذن البادية هو نمط معيشي يرتبط بطبيعة البيئة الصحراوية. كيف يعني يا رابع؟ يعني السكان يلي بيعيشوا بالبادية وين بيعيشوا؟ بالصحراء، تمام يا رابع؟ طيب
وبيعتمدوا على تربية الماشي والترحال. طيب يعني إيش بيعمل سكان البادية؟ ماذا يعمل سكان البادية؟ تربية الماشية والترحال. تربية الماشية والترحال. اكتب السؤال هيو تحت. ماذا يعمل سكان البادية؟ ماذا يعمل سكان البادية؟ تربية الماشية والترحال. طيب خلينا نتفرج أنا وياكم على هاي الصورة. شو منشوف؟ منشوف إنه في عنا هون بيوت، هاي البيوت بسكنوا فيها في البادية، وهون يا رابع هون عنا مناطق صحراوية. تمام يا رابع؟ طيب لكن قبل ما ننتقل للريف بدنا نعرف ليش البادية دائما بتنقلوا من مكان لمكان. ليش يا رابع؟ عشان يدوروا على الماء والعشب. هلأ السؤال هون خلينا نجاوبه مع بعض. لماذا قل عدد سكان البادية؟ لماذا قل عدد سكان البادية؟ الجواب لتغير ظروف الحياة المستمرة. لتغير ظروف الحياة المستمرة. الآن خلينا ننتقل إلى الريف. اكتب هون سؤال، بماذا يرتبط هذا النمط؟ بماذا يرتبط هذا النمط؟ بيرتبط بالإنتاج الزراعي الذي يعتمد على الأرض والحقل. يعني الريف الناس اللي بيسكنوا فيه بيشتغلوا في الزراعة، تمام، وإنهم بيجوا على الأرض وبيزرعوها، تمام. طب ماذا يعمل سكان الريف في الزراعة؟ يعمل سكان الريف في الزراعة. طب خلينا نشوف الصور اللي هون. شوفوا هون هاي قرية زراعية موجود حولها أراضي زراعية، تمام. هون كمان هاي هون عنا زراعة، تمام. الآن خلينا ننتقل إلى الريف. أذكر مميزات نمط المدينة. أذكر مميزات نمط المدينة. لو سألتكم تتذكروا عمان إيش كان مميزاتها؟ أكثر المناطق سكاناً. إذن كان يميز عمان واحد أنها أكثر المناطق سكاناً. اثنين توفر الخدمات المختلفة. شو يعني خدمات مختلفة؟ يعني نقل ومواصلات، يعني مياه، يعني كهرباء، هاي خدمات مختلفة. أيضاً ثلاث يعمل سكان هذه المدن في الوظائف الاقتصادية والإدارية. يعني أغلب السكان يلي بيعيشوا في المدينة بيشتغلوا في الشركات والوظائف الاقتصادية. إذن خلينا نعيدهم مرة تانية. مميزات المدينة، واحد أكثر المناطق سكاناً. أكثر المناطق سكاناً. اثنين توفر الخدمات المختلفة. وثلاث يعمل سكان هذه المدن في الوظائف الاقتصادية والإدارية. طيب خلينا نفكر أنا وياكم، لكن قبل ما نحل التفكير شوفوا هاي الصورة بتوضح لي إنه كيف أهل المدينة في عندهم خدمات النقل والمواصلات وقديش في ازدحام سكاني، تمام. طيب الآن السؤال، فكر لماذا تعد المدن مناطق جاذبة للسكان؟ لماذا تعد المدن مناطق جاذبة للسكان؟ واحد بسبب توافر فرص العمل. اكتبها يا رابع، بسبب توافر فرص العمل وتوافر الخدمات المختلفة. توافر الخدمات المختلفة. هيك يا رابع أنا بكون كملت درسي. بتمنى منكم إنكم تحددوا كل اللي حكينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.